بتتفرج ولا بتتكلم جد يا ميخ؟ شعار البنك قدامك اهو. لا ده كتير قوي مختار. يا راجل حد يبعزق نص مليون جنيه في شهر واحد؟ انا مش عارف ده مال حرام ده ولا ايه؟ فلوس ما فيهاش بركه كده، المبلغ مش هيكفيني سنتين على بعضهم. بصراحه ربنا يا مختار انت اللي غلطان، قاعد بتبعزق فلوسك شمال ويمين. مش بتبسط؟ ملعون ابو القرش اللي ما يمتعش صاحبه. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك لما تنبسط وتكسب في نفس الوقت؟ بسم الله ما شاء الله، يعني فلوسك كتير قوي. مش فاهم، شكلكم بترسموا على حاجه. حاجه في مصلحتك مليون المية، وكل ده عشان خاطرك يا برنس الليالي. خير؟ اسمع، فلوسك دي لازم تستثمرها في مشروع. يا جماعه انتوا فاهميني غلط، هو انا مش لاقي مشاريع؟ ده المشاريع على قفا من يشيل، انا اللي ماليش نفس. طب اوعى دي، ايه رايك في اللي يجيب لك مشروع ويفتح نفسك؟ هيبقى شغل برضه، وانا خلاص بطلت الشغل وتفرغت للمتعة واللعب. ما هو ده لعب بس على تقيل. هو ايه ده؟ رتتتا النايت كلاب. نايت كلاب؟ نايت كلاب بتاع تيفا ابن عمي، ما انت عارفه. ماله؟ تيفا عايز يبيع النايت كلاب. يبيعه ليه؟ ده حاطط فيه شقة عمره وصرف عليه ياما. اصل هو بالك يعني ناوي يفتح فرع تاني في دبي، فمش هيعرف يباشر بقى النايت اللي هنا والنايت اللي هناك، فقال لك يبيع اللي هنا. دبي؟ انت عمك ده واد لعيب. ها قلت ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في انك تشتريه منه. استغفر الله العظيم يا رب. انا اشتري كباريه؟ وماله يا مختار، ما انت بتسهر فيه كل ليله. اسهر فيه انما يتقال عليا صاحبه؟ ده مال حرام 100%. والحريم والقمار مش حرام برضو؟ الحريم انا متجوزهم عرفي، والقمار بصرف الفلوس على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ما باكلش منه. والحشيش اللي انت بتشربه مش احسن من الخمره اللي بتشربوها؟ على الاقل الحشيش ده شبهات، انما الخمره دي محرمه بنص. يا عيني اشجيني، اموت فيك يا ميخا وانت مستشفى. لو على الشغل افتح شركه استيراد وتصدير. هتصدر ايه وتستورد ايه؟ اي حاجه ان شاء الله، حتى تين شوكي. تين شوكي يا جدع، انت مش لسه قايل انك رافض تشتغل؟ الظاهر ان الواحد مكتوب عليه يشتغل مهما جمع. يا راجل سيبك من الكلام ده، مفيش احسن من اللعب. وماله اما نلعب ونشتغل، وبدل ما الواحد يفكر ازاي يصرف القرش يفكر برضه ازاي يجمعه ويكبره. لا 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 لا، انا انحني ليك يا مستفهم انت. عايز استفهم؟ ايوه وازودهم. وربنا يعوض في اللي فات. افتح لكم ازازه يا بهوات. مش لما نخلص الازازه اللي قدامنا؟ ما انتوا بقالكم ساعتين قاعدين شغالين الترابيزه على اتنين بيره، صح لكم اتنين ساقين بدل السخن دول؟ سيدي قلت لك لا. بصوا بقى، ده المحل ده اكل عيش وانتوا شغالين المكان على الفاضي. جرير انت يا مش عارف انت بتكلم مين؟ على فكره تيفا صاحب النايت كلاب ده يبقى ابن عمي. استاذ توفيق هو اللي قال لي اقول لكم كده. تيفا ابن عمي قال لك كده؟ اسيبلكم 10 دقايق مهله، يا تطلبوا طلب جديد يا تسيبوا المكان لزبون تاني يدفع ويشيل. طب غور من قدامي دلوقتي. اخص على ده زمن، على اخره الزمن يا عم الحاج بينا زباين. الله يرحم ايامك يا عم مختار. والله كان فييس وبنغنغنا معاه. بقول لك ايه، هو ايه حكايه الظاهر؟ مشغول يا سيدي بشركته الجديده، وكل ما اكلمه عامل لي فيها عبد المهم ما بيردش عليا. تخيل برضه ان انا بكلمه ما بيردش برضه عليا. احنا اللي بغباوتنا ضيعناه من ايدينا. كان لازم نكارك عليه في الصرف من اول شهر. هو خاف وطفش وما عرفناش نقفش منه قرشين. ملحوقه يا برنس. بص بقى، احنا نطب عليه شركته الجديده دي عشان نحتفل بيه ونبارك له، ده مهما كان اخونا وحبيبنا. هنعزمه على حسابنا؟ الله انت باين عليك عبيط. عشان تعيش لازم تحل كيس شويه. على فكره العزومه دي بقى طعم وشبكه عشان نصطاد بيها. مش فاهم. مش بقول لك طيب افهمك بعدين. عيش بس بالراحه. ميخا وحش من شبكه. كبير يا كبير. اموره وحش يا كبير والله. يا كبير يا حبيبي. وحشني يا صيع. يا صيع انت هتصيع علينا ولا ايه؟ احنا لو كنا وحشينك كنت رديت على التليفونات. مشاغل والله يا راجل. ايش 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 ايه القبقه دي كلها الوميتال وبلو بلاك؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله ستايل حاجه تليق بمقامي وانا اي حاجه. قول لي بقى، العجله بتاعت الشغل دارت ولا لسه؟ على وشك هتدور. شكلك كده مركز في الشغل وشكلك هتطلع بمصلحه جامده قوي. اهم حاجه التركيز بالذات في اول طلعه. يا ترى ما انش الاوان بقى تطلع معانا طالعه النايت على سبيل الترفيه؟ جابوا حته رقاصه
ملهاش حل يا مختار. ملهاش حل ايه؟ دي جبروت، جبروت يا مختار. بالمناسبة دي بقى احنا عازمينك النهاردة بمناسبة افتتاح شركتك الجديدة دي. غريبة، انت عمركم ما عملتوها. فرصة والمفروض تستغلها. اذا كان كده ماشي، وهو برضو حبة شغل وحبة فرفشة وحبة فوق حبة فوق حبة تحت حبة تحت. عين النبي يا عين النبي، عين النبي عين النبي يا عين النبي. مختار بيه، مختار بيه باشا 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 باشا. بمسي على كل تجار الجلود والمدابر. كل تجار الجلود والمدابر يعني النصرية، نصرية يعني الدرب الأحمر، الدرب الأحمر يعني الزاوية، الزاوية رجالة الزاوية، القصيرين، القصيرين الطوار والصغار ورقص عالنبي عالنبي. مختار باشا مختار باشا يا مختار. كفايه كده، شنطه فلوس اللي معاك قربت تخلص. هتخلص، المهم احرق قلبي. ده مين ده مختار اللي انت عايز تحرق قلبي؟ طب يلا كله يا ده العربي اللي هناك ده. النبيك ما لقيتش الراجل ده بقى عليه ايه؟ مش هقدر عليه يا مختار. مش هقدر على مين؟ ده انا مختار بتاع الليل والنهار. تحيه الشيخ عايز سلطان، اجمل تحيه ملوك القاهرين، اجمل تحيه ملوك البترول، ملوك البترول ساقط على شارع الهرم وجامعة الدول العربية. لا ده زودها قوي. اقعد يا عم، هو عامل لك حاجة؟ انت مش شايفه بيتريق على شوارع بلدنا؟ يا عم واحنا مالنا، احنا مش ساكنين هناك. اقعد، انت ما عندكش وطنية. والله هو ده هو ده هو 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 معلم مختار. المعلم مختار. مختار بيه. مختار باشا. السلطان مختار. البرنس مختار. لمسي على كل تجار جلود مصر. كل تجار جلود مصر. الجلد الوان، الجلد الوان، والنفط اسود ومهبب. والنفط اسود ومهبب. الجلد اه، الجلد اه، والنفط لا، والنفط لا، النفط لا، النفط لا، مختار باشا انا بدنا مجد النفضي لك، النفضي لك، النفضي لك، النفضي لك. انا بقول بقى بلاش الجلد ده خالص وخلينا في النمر. يا نمرة يا نمرة كام؟ شنك هتقول؟ ها؟ انت مش مصرية ولا ايه؟ لا انا مغربية بس بحب مصر قوي. انت بتتكلمي مصري حلو قوي. مش بقولك بحبها؟ انا كمان بموت فيها، دي مصر دي امي، واللي يحب امي يبقى حبيبي. ما تيجي انا وانت نتألق مع بعض. انت بتعملي ايه مع الجدع ابو جلابيه ده؟ عندنا مصالح شغل يعني. سيبك منه وتعالى انا وانت نفتح شغل يعني. ماشي دابا بعدين. دابا ده ايه؟ ده هو دابا. صدقيني ده نهبل وعبيط واتضحك عليا بكلمتين. ايه يا اخويا لحقت ابتديت ولا ايه؟ اخدها منه يعني اخدها منه. انسى فلوسك دي كلها نقطه في بحر. تراهن؟ اراهنك لان انا هكسب الرهان. اذا كان كده بقى ماشي. بنت السلطان حلمك عالغلبان، الميه في ايديكي مختار عطشان. يا بنت السلطان حلمك عالغلبان، الميه في ايديكي مختار عطشان. سعيده يا حلوه سعيده. ايدك بقى يا صاحبي على الرهان السكري، والبت يهمك في بضلك خالص. ده عشان انت عبيط ومالكش في اللون. الستات يا بهاء يا صاحبي عاملين زي العربيات، ايش 40 حصان، ايش 60 حصان، ايش 100 حصان. وصاحبتنا دي حمارة عرجة ولا ايه؟ بالعكس.
دي فرس مروان اجي لك ماشي جامع. بس انتوا مش واخدين بالكم. طب ما تفهمنا يا ابو المفاهيم. اصل انا وهي مرتبطينكم ولا مؤاخذه ومدينا نظرات بس من تحت لتحت. هي كمان هتموت عليا بس الدق صالح كفري يا عباس. شفت بقى اهي جامع حته. واد انت رايح فين؟ هشفت وراه. خلي بالك لا تقع. قول على كفري يا عباس. ماشيه وماشيه بس تبص عليك يا حلو يا فرو. وقف وقف يا شيخ. شو هالمسخره؟ تعي وانت وانت مو شايف ان هيدي المراه وياي؟ لا مش شايف. وشكلكم كده ما انتوش لاقيين على بعض. تبقى اعمى وبيدك كشف نظر. ولا شكلك انت ليه الادب وعرفت تراقب. ولا مفيش يا بنت مفيش. وطي صوتك. مفيش ازاي وانت وشك مشلفط كده كأنك واكل علقه. علقه مين؟ فشر. لا عاش ولا كان اللي ياكل مختار ليه العلقه. ازاي يعني؟ امال ايه التعاوير اللي في وشك دي؟ دي حادثه. يا لهوي عملت حادثه بالعربيه. اوعى تكون عورت حد. سياح سياحه سماح كمان ولم عينا البيت كله. وطي صوتك يا بنت. حاضر حاضر بس اطمني بس ايه اللي حصل. مفيش. ده شويه عيال صيع طلعوا عليا وانا مروح. قال ايه؟ عايزين يقلبوني انا. وبعدين عملت ايه؟ عملت ايه؟ ضربتهم كلهم طبعا. خليتهم يجري قدامي زي الكلاب. بس كان لازم طبعا شويه اصابات خفيفه كده في المعركه. خفيفه؟ خفيفه ايه بس يا سي مختار؟ هما كانوا كام واحد؟ والله يا سموحه من كتر الضرب ما كنتش شايف. يا لهوي للدرجه دي ضربوك كامل؟ ضربوني مين؟ بقول لك انا اللي ضربتهم وضحضحت عضمهم كمان. امال ايه البهدله اللي انت فيها دي؟ بهدله؟ فين البهدله دي؟ عايزه تشوفي البهدله بقى كنت تشوفيهم هم متبهدلين ومتمرمطين. اه ده انا خرجت صخ سليم. اهم حاجه مش عايز ماما تاخد خبر الموضوع ده. مش عايزها تقلق وانها اكتر ما هي قلقانه. سرك في بير. اطمن يا اخوك. اه حلوه دي. الخطه كده ماشيه عالي العال. وقريب قوي صاحبكم ده هيشتري النايت. وما تنساش حلاوتنا ساعتها يا طيفه. ولا تنسى سهراتك بقى اللي هتعملها لنا بعد ما تشتري النايت كلاب بتاع دبي. انت تؤمر يا شقيق. ده انتوا هيبقى لكم بيت في دبي. بيت؟ بيت مين؟ ده نايت بحاله. شفتوا جالكوا كلامي؟ قلتلكوا نقطه ضعف مختار الوحيده اللي زوان. لو شاف اي ندفه حلوه زي الطلقه 9 مللي اللي جنب دي اكيد هيريل. برافو عليك يا مليكه. عملتي دورك صح الصح. وانت يا سامح كنت عايش سلطان بصحيح. خدامك يا باشا. انت تؤمر يا توفيق بيه. ها؟ مية مية رجاله. كل واحد فيكو ليه مكافأة 200 جنيه بحالها. يلا مش خسارة فيكو عشان العلقة السخنة اللي انتوها لصاحبنا ده. متشكرين يا باشا. يا توفيق انا خايف لمختار ما يجيش تاني بعد العلقة دي. لا انت فاهم مختار غلط. مختار يا جماعة مش بعيد يعتبر الموضوع ده بالنسبة له مسألة دار. واكيد هيسيب شغله ونطلنا كل يوم هنا عشان ينتقم. ينتقم منه وبس. ونشوف جمالك الربان يا حلوة. المهم تفضلي كده ملو. ده اوعي طول منك شعره.
لحسن ترتيبنا كله يبوظ. ما تقلقش يا باشا،